لعبنا شوط اول سجلنا فيه مره برك، كان بامكاننا باش نقتل يمكن المباراه في الشوط الاول، ما سجلناش. زوز هجومات معاكسه جابونا بها اجوال. بون يظهر لي يلزمنا توا صفحه جديده في حياه الترجي. رئيس الترجي ما عادش عنده صداع عند الجماهير، يمشي على روحه، شيء عادي جدا. غياب الجماهير اثر بصفه كبيره على حسب ما يظهر لي. الجمهور علاش غاب؟ عملنا رمات مقابله الرجاء البيضاوي نفس الاسعار، اليوم ما جاوش، ما نعرفش شنو اللي ثم. على كل كما قلت يلزم واحد معناها ياخذ العبره من الشيء اللي صاير. ما نجمش انسان يسير فريق وعنده قطيعه مع الجمهور نتاعو. الترجي في المرتبه الاولى يلعب الدور النهائي الرابع على التوالي، الجمهور يمكن ماهوش راضي. يلزمني نفهم انا روحي وننسحب ويجيبوا معناها يواصلوا ونكونوا احنا لكن سيسلين فريق معناها باش ينجموا. سيسلين لكن الكره مدوره كما هم ربحوا لنا، نجم الترجي يربح في ميدان المنافس ايضا. كل شيء ممكن في كرة القدم، لكن اللي مش مقبول وانه معناها مازال لاعب والجمهور معناها يشجع في الخصم والجمهور ما يتفاعلش مع الفريق نتاعو ويحتج على التذاكر. معناها وقت اللي كما قلت معناها مباراة النهائي السنة الفارطة نفس الأسعار. على كل كما قلت لك أنا شخصيا يلزمني نفهم ونتجاوب مع جماهير ترجي. وقت اللي حبوا الألقاب جبنا الألقاب، كي حبوا الانتدابات عملنا الانتدابات. اليوم معناها ثم قطيعة، يلزم معناها رئيس ترجي ينسحب ويخلي البصل غيره.